السلام عليكم، معاكم ياسمين عرفات. وفيديو النهارده هنعمل فيه الكفته المشويه، هنعملها على الطاسه في الستيك بتاعت الشيش طابوق. تحفه جدا الوصفه دي، لو جربتوها بالطريقه دي وبالتوابل بتاعتها بجد هتدمنوها، مش هتعملوها غير بالطريقه دي، وهيبقى اسهل كفته هتعمليها واحلى واطعم بجد. جربوها هتعجبكم جدا، زي ما انتم شايفين من جوه هشه ومش مكتومه، وحبيبات الكفته ظاهره جدا. اهم حاجه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى لايك وشير واشتراك القناه بسرعه. يلا ونسمي الله وندخل على الطريقه بتاعتنا. معي نص كيلو من اللحمه المفرومه، بصلايه متوسطه مبشوره عصرناها، ودي ميه البصل، يعني هنستخدم بس تفل البصل. توابلنا بسيطه جدا، هناخد نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود والكباب الصيني والملح بتاعنا ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. خلاص اهو هنزل جبنا اللحمه ونزلنا عليها بالبصل والتوابل بتاعتنا. التركه التانية الاساسيه هي معلقه من اللي هي الضاني، دي اساسيه بجد بتخلي لي الكفته في حته تانية خالص. دايما انا بشتري اللي هي الضاني احطها في الفريزر، اي وصفه انا حابه ان انا استخدم فيها اللي هي الضاني ببشر منها بالمبشره على قد الكميه اللي انا عاوزاها، وابتدي اعجنهم كويس جدا. اتعاملي مع الكفته على انها عجينه، بس نصيحة ما تتحطش في الكبة خالص، إيه لو حطيتها في الكبة هتبقى ناعمة معاكي، مش هتحس بحبيبات الكفتة. هنستخدم بقى مية البصل في الخطوة الجاية. هنجيب الستيك بتاعتنا، هبتدي ابل ايدي كده واخد قطعة من اللحمة بتاعتنا، وزي ما قلنا انا جايبة اتنين ستيك، لان لو عملتي واحدة بس صباع الكفتة هيفك من على السيخ، ومش هيحمل صباع الكفته، هيقع على طول من السيخ بتاعنا من الستيك بتاعتنا. هبتدي اصبعها زي ما انتم شايفين كده، واعمل فيها علامات للشوي كده زي ما انتم شايفين، اللي هي بالصباع كده من بالورب. هعمل كمان معاكم واحده. خلاص اهو، كل ما ايدي تنشف او احس ان الكفته لزقت معايا على طول ابل صوابعي كده بميه البصل، مش هضيف عليها العصير طماطم ولا اي حاجه. جمال الكفته بتاعتنا في ان توابلها بسيطه وطعم اللحمه ظاهر فيها. طبعا عملت لك كميه حلوه تقدري تحتفظي بيها في الستيك كده في الفريزر وتطلعيها وقت الاستخدام، بس قبل ما تستخدميها بتخليهاش تفك من التلج للاخر، سيبي فيها شويه انها تبقى جامده شويه. زي ما شفنا كده دهنا الطاسه بشويه من الزيت الجريل بتاعتنا، نسخنها كويس، ننزل ب الستيك بتاعنا وعلى نار عالية تاخد الصدمة دي، ونقلبها جنب التاني. لو قلبتيها قبل ما تاخد الصدمة دي هتكون لازقة معاكي وممكن كمان تفك من على الستيك بتاعتك، ولو انتي مش حابة تعملها في الستيك مفيش اي مشكلة، صبعيها عادي مثلا على شوكة او اي حاجة ان هي تبقى مخرومة علشان تبقى هشة وتبقى كويسة معاكي. خلاص اهو اخدناها صدمة من على كل الجوانب. خلاص بعد ما تاخد الصدمه دي ابتدي هدي النار شويه واغطيها. خلاص كده ما بلغيش في سوى الكفته، وما تخليهاش تاخد لون زياده، لان هي لما بتطلع الكفته وتبرد مع الجو وكده بتبتدي تاخد لون غامق شويه. اهو خلصنا الكميه الاولانيه، هنضف الطاسه مكان الشوي كده وانزل بقى الكميه الثانيه بتاعتنا. زي ما قلنا الطاسة لازم تكون سخنة جدا، تقليبة كده من على كل الجوانب بجد حاجة سهلة. الطريقة دي تحفة بجد، طعمة بشكل مش قادر اقول لكم، مش هتعملوها غير بالطريقة دي. بعد ما خلصنا الكمية بتاعتنا هبتدي اسخن الفحمة بتاعتنا واحطها، واحط عليها شوية من الزيت، وما غطيش الطاسه للاخر او اقفلها كويس عشان مش عايزاها تاخد طعم الفحم قوي، يا دوبك تاخد حاجه بسيطه. ويفضل انك بعد ما تخلصي الكميه قبل ما تحطي الفحمه تكوني حطاهم في طبق علشان سخونه الطاسه ما تديش لون غامق للكفته. ورشه بقى من البقدونس بتاعنا ونفك الستيك بتاعنا وهو سخن، لانه لو برد اللحمه هتمسك شويه في الستيك وممكن يتكسر معاكي وانتي بتشيلي الصباع بالكفته. خلاص رشه بقى من البقدونس، حاجه بجد عظمه تحفه جدا، اتمنى تعجبكم وتجربوها، وخير الختام. السلام عليكم.